طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. من قال أشهد أن عليا ولي الله انحسب على ملاك علي بن أبي طالب، وخصوصا مو من الرعية من الحكام. الآن جماعة بعض المنطقة الخضراء، بعض جماعة هم يقعدون مجالس ويعزون ويلطمون ويبكون بكاء دموع تماسيح وسباح ولحى وما أعرف إيش، وأغلبية و 183 نائب، وكلهم إذا صلوا يصحون يشهدوا أن علينا ولي الله. من قمة الهرم، من رئيس الوزراء إلى أصغر نواب، السيد رئيس الوزراء هم يقول أشهد أن علينا ولي الله، يعني محسوب على ملاك علي بن أبي طالب. شو نحكم البلد بثمان سنوات ميزانية انفجارية، باقت الميزانية وراحت ببطون الحرامية، وهسه لما صار التقشف قاموا يطلعوا من رأس الفقرة. وينك أنت أبو يد من حديد؟ طلع شو أنا اليد من حديد، شو يد بلاستيك ماكو. إلى الآن هذا نهر العشار خلوه للفضلات الخارجية، لو ظل على صدام أشرف لنا، صدام قلا كان يفتح لنا الماي وتخلي الفضلات تطلع، وهذا كل سموم وأمراض وأوبئة على البصرة وأهل البصرة. حكومة حرامية الله بلا نبيكم، لا أنتم نظام علماني، لا أنتم نظام اشتراكي، لا أنتم صلة دينية، لا أنتم يهود، لا أنتم نصارى، لا أنتم بوذ، لا هندوس، لا ماسون، أدعرف ملتكم شنو. علي بن أبي طالب يبرأ من كل ظالم، وأنتم تبر منكم خلق لكم من هسه. حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم وعلى كل ظالم وعلى كل فاسد وعلى كل من يريد سوء بأهل لا إله إلا الله. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. نتحدث في هذه الحلقة حول اختتام مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق يوم أمس. طبعا اختتم يوم أمس فعاليات مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق الذي استضافته الكويت في الفترة من 12 إلى 14 من فبراير الحالي، بإجمالي إسهامات وصلت إجمالي إسهامات قدرها 30 مليار دولار مقدمة من قبل الدول والجهات المشاركة. الاتحاد الأوروبي شارك بمبلغ 400 مليون دولار على هيئة مساعدات إنسانية عاجلة إلى العراق. تركيا شاركت بقيمة 5 مليارات دولار على هيئة قروض وتسهيلات ائتمانية، فيما أعلنت المملكة العربية السعودية التزامها بتقديم 1.5 مليار دولار لإعادة الإعمار عن طريق الصندوق السعودي للتنمية ولتمويل الصادرات السعودية للعراق. طبعا كما شاركت بالتعهدات المالية كل من قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة وفنلندا وماليزيا والصندوق العربي للإنماء. أقيم هذا المؤتمر برئاسة 5 جهات، هي الاتحاد الأوروبي والعراق ودولة الكويت والأمم المتحدة والبنك الدولي، وانعقد على 3 محاور أساسية، هي إعادة الإعمار وتنمية الاستثمار ودعم الاستقرار في البلاد وتعزيز التعايش السلمي بين مختلف أطياف المجتمع العراقي وتحقيق المصالحة الوطنية، كما يتحدث أو تحدثت حكومة حيدر العبادي. الوزير ذكر بأن هذه التعهدات المالية أتت بسبب مشاركة 76 دولة إقليمية ومنظمة إقليمية كذلك ودولية، و 511 صندوق ومؤسسة مالية، و 107 منظمة غير حكومية، و 1850 ممثلا عن القطاع الخاص. وزير التخطيط في حكومة حيدر العبادي سلمان الجميلي ذكر يوم الثلاثاء بأن العراق سيحتاج إلى 88 مليار و200 مليون دولار لإعادة تعمير بعض أجزاء البلاد، بعض أجزاء البلاد بعد الأضرار التي تسببت بها الحرب ضد تنظيم داعش كما قال. وأضاف ببيان رسمي 22 مليار و900 ألف دولار سيحتاجها العراق على المدى القصير، و65 مليار و400 ألف دولار على المدى المتوسط، وستخصص الأموال لإعادة تعمير وإصلاح المناطق التي أحكم داعش السيطرة عليها، من بينها الموصل التي تعد ثاني أكبر مدينة في البلاد والتي أحكم التنظيم
التنظيم سيطرته عليها في يونيو حزيران من عام 2014. طبعا هذا وفقا للبيان المنشور في المؤتمر ومن كلمة وزير التخطيط سلمان الجميلي. إذن مجمل الأموال التي تم جمعها في مؤتمر الكويت وصلت إلى 30 مليار دولار بين قروض وبين استثمارات وبين مساعدات إنسانية، على سبيل المثال ما يعني أعلنه الاتحاد الأوروبي بتخصيص 400 ألف دولار كمساعدات إنسانية عاجلة وأخرى، طبعا مساعدات لنزع الألغام وإلى آخره. 30 مليار دولار برأيك عزيزي المشاهد مبلغ قليل لو مبلغ يعني يستحق كل هذه الضجة لهذا المؤتمر الذي عقد في الكويت؟ طبعا نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب عبر الرقم، يعني ذكر بالرقم 0447441902. معنا اتصال سعد من الناصرية، تفضل سعد. سعد تفضل سعد. والله اخوي احنا يعني انا بالنسبه لي كعراقي غيور على بلدي وسمعه العراق، يعني والله العظيم حزين جدا بهذا المؤتمر يا اخي، يعني حمله للاستجداء وقنوات واعلام، ويعني استجداء علني هذا، يعني هو المبلغ كله اذا الوفود المشاركه من العراق بالكويت اذا يحجزون بالحجز ويصادرون اموالهم نطلع اضعاف هذا المبلغ. لولا ما كل يمثلوا العراق بالاجتماع، لولا هم بالنسبه لنا نقدر نطلع منهم اضعاف هذا المبلغ، لان هم ما شاء الله عندهم خير من العراق، مو من الله، هذا سرقوه من العراق. ثانيا هذه الدول اللي قاعده احنا ان الاف مليارات عندها حقوق، زين اذا بينا وطنيه وغيره بهم المفروض يدعون باموال العراق المحجوزه، مو صادفه لاجهزه المخابرات مال هاي الدول على مود تساعدوهم بحكم العراق تنازلونهم عن املاك العراقيين للاسف يعني. والله كريم خلي شعبنا يشوف، والله نشوف شعبنا الى متى يعني صابر على هيك نماذج. والله كريم وانا اشكرك حبيبي. شكرا سعد من الناصريه. ابو خالد من قطر. ابو خالد كيف تنظر الى 30 مليار دولار مجمل اسهامات الدول والمنظمات الاقليميه والدوليه في مؤتمر الكويت؟ وعليكم السلام، تفضل. استاذ عمر تاكيدا لكلامك مش 30 مليار، 3 مليار اللي تجمعوا 3 مليار بس. البنك الدولي قرر اعمار العراق 48، الحكومه هذه الفاسده هذه الحراميه هذول يطالبون 88 مليار. استاذ عمر نتقابل بعد سنة إذا شالوا الأنقاض اللي بالشوارع تعال قابلني، إذا شالوا بس الأنقاض. أخي العزيز إذا العراق يوميا يدخل عليه مليارين من البترول، بس بترول. يوميا يبيع 4 مليار والخزينة فاضية. أخي العزيز هذا المؤتمر إنقاذ للحكومة هذه، لأن الشعب العراقي بطلوا ينتخبون هذه الحكومة وهذا المؤتمر والدول هذه كلها زين إنقاذ الحكومة الفاسدة هذه. وعلى الشعب العراقي يقومون على هاي الحكومة وعلى الممين هذول يا أخي العزيز، إذا هم اللي دمروا العراق وهم اللي يسرقون وهم اللي يعترفون خزينة فاضية وهم يعترفون أنهم فاسدين، الشعب العراقي غبي لهالدرجة؟ يا أخي الشعب العراقي شعب فيه دكاترة وفيه مهندسين وفيه محامين مستشارين وفيه، روح شوف الدكاترة باستراليا الدكاترة العراقيين وبلغاريا وبرومانيا وبالإمارات، ما نروح ليه بعيد، روح شوف الاستثمارات الموجودة. أخي العزيز هذا المؤتمر إنقاذ للحكومة هاي بس لا أكثر ولا أقل. نعم. هم جمعوا 3 مليار، 3 مليار تجمع يا أستاذ عمر، 3 مليار اللي تجمعن بس. ما في 30 مليار. والحكومة العراقية طالبة 88 مليار، والبنك الدولي اعترف 8، وأمريكا نفسها تقول لهم أنتم حرامية، يعني أمريكا المحتلة العراق وتفوت مصر العراق تقول لهم أنتم حرامية محترفين، وقالت الكلام هذا للعبادي. شنو تترجى منه؟ والله العظيم نتقابل اذا شالوا القاده اللي بالشوارع تعال قابلني، تحيه لك من الشعب العراقي الشرفاء، يقومون على هاي الحكومه الفاسده. نعم. حياك الله ابو خالد من قطر كان معنا. طبعا وزير الخارجيه عندنا مقتطف ناخذه بعد قليل، يقول وهو ابراهيم الجعفري يقول بان اموال الدعم المقدمه من الدول المانحه المشاركه في مؤتمر الكويت
لن تسد الحاجة لكنها ستساهم في إعادة إعمار العراق. أشار الجعفري إلى أن العراق تعرض إلى دمار وخراب ويحتاج إلى مبلغ مالي أكبر من أجل سد حاجته لإعادة الإعمار، وأكد أن المبلغ الممنوح للعراق في المؤتمر لا يسد السقف الأدنى من احتياجات البلاد وليس كافيا. وطبعا كما أشرنا بأن المؤتمر اختتم عمله يوم أمس وانتهى بجمع مبلغ بقيمة 30 مليار دولار كقروض ومساهمات إلى العراق. معنا اتصال أبو حسن من بغداد، تفضل أبو حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يحفظك أخوي عمر. هذول ما يستحون يا أخي، هذول يقدون ما يستحون، شرف ما عندهم، والله عيب عليهم وعيب إحنا علينا إحنا كعراقيين نسكت على هذول السفلة. يعني والله عيب، والله عيب، والله يا أبا والله العظيم، حتى ابن شارع ما يسوي إن شاء الله، هاي ما يقدي. هسه ابن شارع اللي بالشارع والله يستحي يقدي، بس هذول ما يستحون سفلة، هذول أبناء المتعة، هذول غيرة ما عندهم ولا شرف. يعني أبو حسن أرجوك مري التجاوز، يعني هذا التجاوز غير مسموح به، ادلي برأيك ولكن بدون تجاوز أرجوك. تفضل أبو حسن. عيني أخوي العزيز، ذولا لا ترجوا منهم شيء والله، يعني ذولا ما يسوون أي شيء للبلد. يعني هاي الخيرات كلها، وإحنا صراحة نشكر السعودية، والله عم السعودية تاج على الرأس، وبتقديرها وباحترامها للشعب العراقي والله، وكل واحد يحكي على السعودية هذا باطل، والله 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 يرضى عليهم إن شاء الله. يعني هي أرض مقدسة، هي أرض عظيمة نولد بها النبي وتأسس بها الرسالة الإسلامية، نشكرهم والله شكر، يعني شكر فظيع. بس هذول ما يسوون شيء يا أخي، يعني هم جعفر يقول تعرض العراق إلى دمار، هو الدمار من جابه؟ يعني هم هذول يعتبروا نفسهم سياسيين، من جاب الدمار؟ منو جاب القتل للناس؟ خلي يتذكرون العراقيين، خلي يتذكرون العراقيين اللي طفل جوا الدبابة، واللي يربطوا ويرمون عليه، واللي يقتصبون أمواله. يعني هاي كل الإنسان ومع يعني أعطيكم فكرة صغيرة، يعني دولة خلقوا فجوة بين 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 الناس، بين 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 جيتين شيعة وسنة، وما تنطفي. يعني عبالك تنطفي، هاي ما تنطفي. أبو حسن من بغداد كان معنا، شكرا لك. طبعا نؤكد دائما أعزائي المشاهدين بأن المتصل يتحمل رأيه، نحن لا نتبنى الآراء، نحن نفتح يعني هذا البرنامج يفتح نافذة لكل المشاهدين الكرام بأن يعبروا عن آرائهم، ودائما ما نؤكد بالالتزام بعدم التجاوز على أي شخص كان. أنت تريد يعني تتحدث وتدلي برأيك أهلا وسهلا، وناكل ولكن بدون أي تجاوز مع الرجاء. نقرأ بعض رسائل الواتساب، يقول مؤتمر المانحين لأغنى دولة بالعالم تصدر يوميا كما يقول 5 مليون برميل من النفط، وتنتج مليار قدم مكعب من الغاز، ولديها 22 مليون هكتار زراعة بما يعادل مساحة ثلث الدول العربية، ودخل سنوي يبلغ نحو 100 مليار دولار عبر التاريخ. لم يعرف العراق طغمة حكموه كهذه الطغمة الحالية. في رسالة أخرى يقول السلام عليكم، مؤتمر الكويت لمساعدة العراق هو ضحك على هذا الشعب المسكين، أين أموال العراق التي نهبت من قبل السياسيين؟ الأمر الآخر من المضحك المبكي، الجارة إيران مشاركة في هذا المؤتمر، وعند جمع التبرعات اختفى وزير خارجية إيران من صالة المؤتمر، ولم يكن لهم أي تبرع مالي من ضمن هذه الدول الحاضرة. معنا اتصال أبو علي من كربلاء، تفضل أبو علي. أبو علي، ألو. نعم أبو علي تفضل. الله يحفظك وأشكرك وأشكر هاي القناة الشريفة الموقرة حياك اللي هي صوت الشعب العراقي، وأناشد أخوتي خليها عراقية، خليها سنة عراقية. هذا وزير الخارجية رجل هندي كشميري من بيت الشيقر ويمثل العراق للأسف، ويأتي بالمؤتمر ويقول الفساد كان تحت الطاولة الآن فوق الطاولة ويقول ما يكفي. وأني أقول لأخوتي العراقيين، لا تصدقون واحد يفيدكم ودامو نفسي العراق.
الكويت ما قاتلها، ما قاتلها العراق. اولا هي اخذت ارض صفوان والرميلة الجنوبية وغلست عن خور عبد الله حتى السد الحلوق، السد الحلوق. وهاي الدولة ما تمثل العراقيين، والله ما تمثل العراق طالما بها محاصصة. المحاصصة تلغي المواطنة، المحاصصة يعني سني شيعي كردي عربي ونبقى احنا. وامريكا عندها تخطيط الا تخطيط، نعم. تبقى هيك دوم مستمرة. وهذا المؤتمر جاء بناء على طلب امريكا وايران. زين ايران، ايران يعني ليش ما تبرعت بشيء؟ الو اسمعك ابو علي. ايران لم تعلن تقديمها اي قروض او مساعدات الى العراق. اي الاقتصاد الايراني عده مرات انهار، وقامت ايران تبيع باسم العراق وتعدل اقتصادها. تعال شوف اقتصادها متبهدل هالايام، شويه لزموا ايدهم قدام يعني العراقيين، قطعوا هاي الاموال اللي تجي للعراق، تدمر النوم مره ثانيه. شوف الوكالات وهذول مجموعه لصوص، يعني هي اللي جابتهم ايران ايش راح يسوون لنا، واللي جابتهم امريكا ايش راح يسوون لنا. والجمل الأخوة الأعزاء، العراقيين كلهم بدون استثناء لا تعولون على بلد، أي بلد غير أخوك العراقي مستحيل. إحنا بيناتنا إذا ما نتكاتب، وخل أقول لأخوتي ترى هذا السياسي يكيف أن نقول سنة وشيعة وهذا ابن الفلان وهذا بلال. السني يصعد برأسي والشيعة يصعد برأسي والكردي يصعد برأسي. إذا تقول لا وطنية وديمقراطية وحرية وانتخابات هذول ما راح يبقون. العراقيين الحلوين الطيبين الكرماء بكل العراق، والله واحد أحسن من الثاني. أنا رجال قريب 70 سنة بكل العراق عشت، أنا سني وأنا شيعي والله نصي نصي، والسني كتل مني والشيعي كتل من عندي، والله ما تلقى مثل العراق وخير العراق. هم لا يلزمون، بس هذا الحرج اللي كان بلبنان عنده 17 مليار سألوه مين، قال أبوي تاجر، أبوك عطار بقال شنو شلون مين جاب. أنا احترامي كل العطارين والبقالين، مين جاب ال 15 16 مليار؟ اثنين من رؤساء الكتل تطلع 30 مليار على من الاستجداء. احنا وين والكويت وين والدول وين؟ احنا تاريخنا خيرنا، هم نفسيتهم الكويتين وغير الكويت، مع احتراماتي للشعب الكويت الشقيق والدولة والكل. هم يقولوا احنا كنا عايشين على خيرة العراق، هسه العراق السجني عم يدنزموا قدام الفساد، احنا بخير. واشكرك وطال الله في عمرك ويستر عليكم ويحفظ هاي القناة ومن يقلم عليها. شكرا عمي. شكرا ابو علي من كربلاء. معنا اتصال ابو فيصل من السعودية، تفضل ابو فيصل. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك عمر؟ حياك الله يا اهلا بيك. تحية لك يا عمر، تحية قناة الرافدية، تحية الكادر القناعي، تحية المتصل. أحب أشكر أبو علي من كربلاء هذا الأصيل، وأبو حسن من بغداد، وكل المتصلين الشرفاء العراقيين من كل محافظات العراق، من كل طوائفهم، تحية لها. نعم. بالنسبة لهذا الميليشيا وحجر العباد، ولو يحترم الشعب العراقي ما يروح للكويت أول شيء. لو يحترم، وبعدين هذه إذا صحيح 30 مليار سوف يدمر مدن العراق الحبيب مثل بغداد وجالة، وسوف يزداد إجرام. نعم. وتحية لك وتحية كل المتصلين الشرفاء. حياك الله أبو فيصل من السعودية كان معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، ولكن بعد هذا الفاصل. سوالين صاروا وايه بالشارع سببها كلها الحكومة. يعني إذا أنا لو عندي إمكانية وغير من الله ما أشتغل، والله ما أشتغل، والله أروح للمدرسة أعيش أحسن حياة. الدولة ما تصرف علينا. انهيار هيكلي كبير في بنية الاقتصاد الوطني العراقي. طالبت قبل الوزيرة يومية باكر عقبة مكتب الوزيرة، جيب الوزيرة، راحت الوزيرة. ما الذي جناه العراقيون من وعود الاحتلال وحكوماته المتعاقبة؟ ما الذي حل بالتعليم أو الزراعة أو الواقع الصحي وغيرها من القطاعات؟ لما نصبت بالبرلمان للتعليمات اللي ما عدت تعرفونا. الحصاد المر
سلسلة وثائقية تسلط الضوء على حقبة الاحتلال الأمريكي للعراق وحكوماته المتعاقبة وما ترتب عليها من آثار سيئة في جميع نواحي الحياة. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، معنا اتصال ابو ايمن من عمان. ابو ايمن تفضل. ابو ايمن انقطع الاتصال مع ابو ايمن من عمان. بنت بغداد تقول: اي ذل جاءت به الطغمه الحاكمه عملاء امريكا وايران للعراق، دول الخليج الذين استجدتهم الحكومه كما تقول، هذه دول دعمها العراق في بداياتهم بالمال ومساعدات ثقافيه وصحيه، هذه الدول الان تتصدق علينا بفضل الفاسدين والسراق. أبو عارف من بابل يقول: مؤتمر الكويت وصمة عار على جبين حكام أغنى بلد في العالم بعد أن سرقوا الشعب ثروات البلد، امتدت أيديهم إلى جيوب الدول الأخرى لسرقة ما يمكن أن يتصدقوا به إلى البلد، علما بأن الأموال الممنوحة عبارة عن استثمارات وليست هبة، يعني ستسرق هذه الأموال ويثقل كاهل الشعب بتسديد هذه الأموال. مبروك من الإمارات يقول: الأهداف المتمثلة في المساهمة في استقرار العراق والقضاء على الجماعات المسلحة لخلق توازن سياسي في المنطقة بين الدول الكبرى وتقليل النفوذ الإيراني في العراق بضخ الأموال والاستثمارات في البنية التحتية، فإن الأهداف الاقتصادية للحكومة ورجال الأعمال مهمة بالقدر السياسي أيضا، يحتاج قطاع البنية التحتية كما يقول إلى إعمار وليس سرقة ونهب أموال الإعمار. أخي عمر، الحكومة تريد نهب هذه الأموال المخصصة للإعمار. معنا اتصال سامي من بغداد. أخ سامي، إحنا تسمعني؟ سامي سامي. نعم. من بغداد. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. إيران برأيك ليش ما شاركت بدفع قروض مساعدات في هذا المؤتمر؟ استاذ عمر، والله يعني هاي المساله، هؤلاء اللي كانوا عايشين في ايران وجابوهم وصاروا رجال دوله وصاروا سياسيين ووزعوهم على جميع انحاء العراق، فهؤلاء هم لازم يسالون، يعني وهم يقولون لهم يا احنا انت شفت هنا معانا وبعدين دزناكم العراق، واحنا على اساس ايران تتنصل بهاي المسائل من هؤلاء. يقول لك احنا يا مالتنا، هذول مجازي كانوا في ايران وكم واحد بلندن ومكانات اخرى وجابتهم امريكا، واحنا مدزنا كم واحد ورجال دوله واحنا ما علينا. فلهذا يا اخي العزيز المفروض هم يسالون، يعني من بعد 2003 وال4 ليش صار التدهور هذا بالعراق؟ يعني لان هم يعني ما كان احد مستلم الدوله وخاصه حزب الدعوه، يعني يتحدثون على النظام السابق وبعدين اجوي ما فعلوا اي شيء للعراق والعراقيين، يعني الامور صارت من سيء الى اسوء يا استاذ عمر. وطبعا اكو مساله اخرى، يعني لا تنسى يعني هاي مساله قويه، شوف انت تلاحظ حوالي 40 50 قناه ايرانيه موجوده بالعراق، يعني تشحن بالشعب العراقي، يطلع لك اشياء وبرامج على السنه والشيعه وخد وعين وكنا طيبين وكذا، وبعدين وراها بالليل تصير الحسينيات وتصير كسر الضلع وكذا والبكي في سبيل حتى يقول لك هذا منو هذا ولا السنه هذول هم الشكل وكذا، يعني رفعوا كبس بالمساله يا اخي العزيز. هو هذا البلد ليش حاله مع هؤلاء المعاملين اللي على طول يسبون بينا ويتحدثون علينا؟ ابدا ما يصير براس الخير، ما يصير بالعراق براس لا. الخير ابدا. وشوف ايش قد يتحدثون اخ استاذ عمر، لحظه واحده بس، نعم، ايش قد يسبون الدول العربيه، ايش قد يتحدثون عليها، ايش قد يقولون كذا وكذا وكذا، وبعدين يطلعون اشقاء واخوه. اسف، وبعدين اقول لك بعدين يطلعون اشقاء واخوه، رحم الله والديك. واكو مساله اخرى، انا متاكد اكثر دول العالم اللي اجت وما تبرعت شويه كذا كذا، لان يعلمون هذول عندهم حسابات.
استاذ عمر هاي الاموال وين تروح يعني؟ نعم. انا يعني غير مثلا تروح للامارات لو تروح للبنان لو تروح كذا، تلاحظ شلون؟ واكو مساله انه ذولا يعلمون هذول السياسيين خاصه سرقوا العراق و نعم وش اسمه واكو وحده اخرى اماتين يا اخي العزيز هم يعني هذا ديجنهم يعني تاتي نعم الاموال راح تتوزع على مال الانتخابات ما عندهم فلوس اصلا يطلعون يمشون الانتخابات ولا نعم. ولا فلوس النازحين يستلمون. نعم. سامي من بغداد كان معنا، طبعا كان معنا عصيم من بغداد ولكن انقطع. ناخذ كلمه وزير الخارجيه في حكومه حيدر العبادي ابراهيم الجعفري عندما تحدث عن مؤتمر الكويت وبان هذه الاموال لا تسد حاجه العراق في اعاده الاعمار. ابراهيم الجعفري. المبلغ الذي خصص سواء كان منحا او قروضا او الى اخره هو بكل تاكيد لا يسد ولا يصل سقف الحاجه. نعم. الرجل يقول لا يسد الحاجة، لا يسد الحاجة. طبعا 30 مليار دولار مبلغ ليس بقليل، حتى وإن كانت فقط قروض، حتى وإن كانت يعني مساعدات على شكل مساعدات، يعني مليار دولار يبني مدينة كاملة. مليار دولار في الدول المحترمة يبني مدينة كاملة وليس يعني كما يقال، يعني ما معقولة أنه أنت محتاج 100 مليار راح يعطوك الدول 100 مليار، ميزانيتك وينها؟ نفطك وين راح؟ يعني شالوا من عندك خلينا نقول ربع المبلغ، فأنت كمل الباقي، أنت عندك ميزانية وعندك تصدير نفط، تستطيع أن تتقشف في رواتب البرلمانيين والوزراء والمسؤولين وحماياتهم وإلى آخره، تقدر إذا أنت صادق وجاد بإعادة إعمار البلد تستطيع أن تبني البلد من أموال البلد. معنا اتصال. جواد. جواد من القادسية، تفضل جواد. ايه الله يساعدك. حياك الله، أهلا بك. أهلا وسهلا. تحياتي لك، تحياتنا لأستاذ رعد. حياك الله. تحياتنا أستاذ ماجد. حياك الله. ما هذه التبرعات هاي اللي صارت؟ نعم. هاي لإيران، لأن إيران عليها حصار وهذه جماعة هسه يكرمونهم منا قبل يجي يعني من هناك يروح لإيران. ها يعني ولهذا إيران ما شاركت ولا بألف دولار. هي ما شاركت على هال هالشكل يعني. نعم. الله براعتك. زين جواد، يعني المبلغ 30 مليار مو قليل. لا ما يهدني يفيدني إيران، يفيدني ما يفيدني يفيدني لا يفيدني بالمئات. يلا تفيدنا. نعم. هاي ما تفيدنا. نعم. إحنا ألف مليار راح الطاح المالكي، الطاح لإيران والطاح لسوريا، ليش دخلي جيبين وكافي ما أريد ذني ثلاثي. نعم. يلا يعني براحتك في مال الله. شكرا جواد من القادسية كان معنا. يقول في رسالة أبو علي: أقدر عراقيتك يا أصيل، لكن شيوخ العشائر وين ناموسهم؟ وين الدلة والفنجان؟ ليس لماذا صاروا رخيصين بيد العملاء السراق؟ أبنائهم يحرسون وينفذون أوامرهم. أين حب الوطن يا شعب؟ أما يكفي فيقوا ويكمل يقول: الوحدة تحت علم واحد هو العراق وليس للمحتل الإيراني والأمريكي. معنا اتصال. إعادة الاسم، أرجو إعادة الاسم. أبو ناصر من تركيا، تفضل أبو ناصر. أبو ناصر تسمعني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لحضرتك وقناة الرافدين. حياك الله. يعني 30 مليار دولار مبلغ ليس بقليل، حتى وإن كان كما يقولون بأنه هناك قروض وهناك مثلا مساعدات مباشرة، يعني مبلغ كبير. مبلغ كبير أستاذ عمر. نعم. بس إذا على شكل قسم من عدها على شكل قروض، القروض ما بيها فوائد، ما راح يتحملها. نعم. الشعب من بعدين. طبعا هي تعتبر ضربة شنيعة للحكومة العراقية تلقتها من هاي الدول المانحة. نعم. ونفضها. مش راح تخسر الحكومة يعني. نعم. هي إيش راح تخسر؟ الحكومة بالأساس ما تخسر شيء، بس الشعب هو اللي راح يخسر. بالضبط. هو اللي راح يتعامل تبعات كل هاي القروض وفوائدها.
بالاساس هم مفضوحين لان فسادهم عرف بيه القاصي والداني استاذ عمر. والله العظيم لو عندهم ذره من كرامه كان ما طلبوا اي مساعده من اي دوله، لان العراق بلد الخيرات وخيراته وصلت في يوم من الايام لاقصى الارض. وبالذات تسمح لي استاذ عمر انا اعتذر، البارحه اتصلت وقلت بان واردات النفط اللي تدخل العراق كل يوم مليارين، وهي بالصحيح كل 10 ايام مليارين. يعني كل 10 ايام مليارين استاذ عمر، نعم، بالشهر 6 مليارات، يعني لمده 5 اشهر 30 مليار دولار. نعم. وين بدها تروح هاي الفلوس؟ طيب من تروحون تشحذون من الدول، ليش وين تروح هاي المليارات؟ شنو اللي سويتوه من 2003 الى هسه؟ شنو اللي قدمتوه للشعب؟ بنيتوا مستشفيات او مدارس او مصانع او معامل من استلمت الحكومه وتسلطتوا على هذا الشعب؟ نعم. دمرتوا لهذا البلد. طيب خلينا نترك استاذ عمر، خلينا نترك المحافظات المدمره، شنو اللي سووه للشيعه اللي بظل حكمكم يا سياسيين اطفالهم تركوا الدراسه وصاروا يشحذون، ونساهم تجمع قواطي فارغه من مكبات النفايات وترجع تبيعها وتحصل على شيء قليل في سبيل يدبرون معيشتهم. استاذ عمر انت تسال حضرتك تقول ليش ايران ما قدمت اي مساعده؟ نعم. يعني شلون يقدمون مساعده وهم دا يحكمون العراق وهم دا الزوزوله قال لهم روحوا اشحذوا؟ نعم. ليش حاضره بالمؤتمر اذا متقدمه؟ يعني حاضره بالمؤتمر يعني على اساس هم ما لهم علاقه، ما لهم تدخل بشؤون العراق. نعم. وهم كل العالم يعرف بانه ايران يعني هي بس بالدمار وارسال مستشارين كما يقولون وميليشيات. انا اشكرك ابو ناصر من تركيا، معنا اتصال باسل من بريطانيا، تفضل باسل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك أخوي؟ أهلا بك حبيبي. الموضوع على مود الوفد العراقي رايح للكويت. نعم. طبعا هم رايحين يجدون نفسهم مو للشعب. هم يأخذون نفوس لهم مو للشعب. إذا دخلت شركات مستثمرين للبلد، الميليشيات الموقعها راح يتعرضوا لهم، راح يسحبون الكويت، يقولون ها والله الارض مو امان. نعم. طبعا والفلوس ما حتروح بجيبهم. نعم. مثل ما شركات سابقه هي دخلت العراق وراح تشتغل وميليشيات وقعها اللي خلوهم يسحبون. نعم. زين باسل، يعني مبادره من الحكومه، مبادره من البرلمان، يعني من الآن، مو يقول لك احنا عندنا انتخابات وديمقراطية، يقول لك احنا لمدة 4 سنوات ما راح ناخذ راتب كامل، ناخذ نصف راتب إذا هم صادقين ببناء البلد. وهذا النصف الراتب طبعا راح يوفر مليارات الدولارات وليس الدنانير على مدى 4 سنوات، إضافة إلى هذه المليارات اللي تم التبرع بها وجمعها. ما راح يسوون شيء؟ ما راح يبنن بالعراق؟ لا ما يسوون. هو يبنن إذا إيد نظيفة يبنن. نعم. إذا ناس تشتغل على حب الوطن يبنون يسوون. المبلغ 30 الفلوس جابوها من الكويت ورواتبهم نص رواتبهم لا يبنون إذا إيد نظيفة. نعم. إنزين بس هم حرامية يعني كلها. هم دمروا، هو من دمر الموصل؟ من دمر الرماج والتكريت والفلوجة؟ منو؟ نعم. هم دمروا. يعني يحكي ذاك اليوم يحكي العبادي على الإصلاح وراح نضرب يد من الحديد والفاسدين. إذا ما يندل الفاسدين إحنا ندلي. هو يعرف الفاسدين من هم. أول واحد على رأسهم هو المالكي، على رأسهم. لازم أول ما يحكم هو ميليشياته الوقحة اللي دمروا الموصل والرمادي والفلوجة وتكريت. نعم. ما خلوا من أهل السنة بالجنوب إلا هم شردوه هجروا. ماذا قدموا قصر المحافظات الجنوبية؟ يعني المحافظات الجنوبية شو استفادت؟ ما استفاد الشيء بل أسوأ. شوف البطالة، شوف المجادة بالشوارع، شوف. نعم. شوف الحالات بالبصرة وبالعمار والناصرية. نعم. أني أشكرك باسل من بريطانيا، كان معنا اتصال أبو مريم من البصرة، تفضل أبو مريم. أهلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيكم أستاذ عمر. الله يسلمك. تفضل أبو مريم.
العفو، تعليقي على هذا المؤتمر مال الدول المانحة. نعم حبيبي، هذا شرف كان انه تدمير العراق من بنى تحتية وكذا ودمار، وبعدين وقفوا لهم على اساس الحقيقة خدعوهم مع انه المبلغ مو قليل. نعم. كان الشرف دمر العراق وجثث هامده بالموصل، ما واحنا نعطيكم، فصارت بهم نكته مثل ما نقول. نعم. ايه فهذا اللي صار، اما بلدنا بلد غني لا ينكر. نعم. وقبل شويه الاخ ما ادري من يا محافظه قال انه هذه الايران، هي مو بس هذه الايران، كل الموازنه الايران. لانه ما معقوله حبيبي هم ما يشبعون، ما معقوله يعني هالثروه هاي المن اذا جاي تروح الى جيوب اخرين خارج البلد. نعم. ايه. برايك راح يتحقق شيء من هذه الاموال على الارض من اعاده اعمار أكيد وبناء؟ اكيد اكيد لا، اكيد لا. بعد وين راح تروح؟ مستحيل، هاي مثل خواتي انا كله في الدم العراقي رخيص فيه متوفر. اي والا نعم. نعم ابو مريم. ابو مريم من البصره كان معنا. نقرا بعض رسائل الواتساب، يقول تحيه لك استاذ عمر ولقناتكم الكريمة. من دمر لا يعمر، ومن سرق لا يؤتمن، وكان الأولى بالدول التي قدمت استثمارات أن تشكل هيئة أو جهة رقابية تراقب صرف هذه الأموال لكي لا يسرق الشعب العراقي. أما بخصوص عدم تقديم إيران الأموال المساعدة، فالصحيح أنها قدمت لنا القتل والدمار والميليشيات والسلاح والمخدرات والبضائع الفاسدة والمشاريع الكاذبة. نعم كما يعني لم يذكر اسمه. معنا اتصال مصطفى السيد من مصر، تفضل مصطفى. السلام عليكم استاذ عمر. وعليكم السلام ورحمه الله. يا سيدي اسمح لي اخش في الموضوع مباشره. تفضل. انتم النهارده اخواتنا واهالينا في الخليج بتدفعوا فلوس، بتدفعوا بناء عن ايه؟ فهمونا، اقنعونا، هل تم التحقيق في الجرائم؟ هل تم التحقيق في قتل الابرياء؟ هل المقابر الجماعية اللي كل يوم المناظر البشعة المريبة اللي بنشوفها كل يوم دي تم التحقيق فيها ومحاسبة المجرمين؟ بتدفع فلوس النهاردة باسم الشعب العراقي البطل الشريف اللي طول عمره بيد الشعوب وبيد الدول وبيطعم فقراء العالم، بتديله النهاردة باسم الشعب العراقي العصابة مجرمة قتلة إرهابية بأنها تعمر في مجرم عصابة في حرامي في التاريخ. يا ناس بيخدم شعب بالمنطق وبالعقل وبالأصول وبالحب كده، في حرامي في رئيس عصابة عمره خدم شعب عمره بنى دولة؟ هل تم التحقيق في قتل الأبرياء أولا؟ هل تم عودة الأساتذة والعلماء المهجرين في الخارج؟ هل تم فتح الحياة السياسية؟ هل تم طرد الاحتلال الأمريكي من نعم. مصطفى السيد من مصر انقطع الاتصال مع مصطفى. أعزائي المشاهدين نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم لاستكمال هذه الحلقة.
اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. عاود الاتصال معنا ابو ايمن من عمان، تفضل ابو ايمن. سيدي تحياتي. حياك الله، اهلا وسهلا. احييكم بتحيه الاسلام والسلام. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم حبيب. السلام. حبيبي يا ريت بس ينعرض مقطع صوره العبادي لما طلع على القناه التلفزيون، نعم هيكم تعرضوا قاعدين. سيدي راح تشوف حول عيون العبادي هاله سوداء. ماشي سيدي. فهاي الهالة السوداء ما بتصير، هاي اتفرج عليها، ما بتصير الا اذا استعمل المكياج، اذا استعمل المكياج او انه ما نامش بالليل. جزء الرجال خطيه قلق ما يقدر ينام. قلق ما هو تعبان بعدين انه بيخبخ دم اهل العراق كلهم ان شاء الله. صدر بالامس تصريح من البنتاغون بيقول انه القوه التدميريه اللي انضرب فيها العراق اكثر من اللي استمرت بالحرب العالميه الثانيه بما فيها قنابل هيروشيما وناكازاكي. سيد الكريم هذا تدمير عالي، وعملوا قصه مارشال هاي. بس بالعراق 11,000 طن انضربت على العراق 10 سنوات، بيقولوا تصريح جديد من البنتاغون بيقول لك انه يحتاج العراق الى 10 سنوات ماشي بسبب وجود الالغام والاخره. يعني ما كانش في بالمدن اللي عمروها ما كان في الغام سيدي، اتذكر انه الايام هاي يعني التكنولوجيا عندنا احدث. نعم. بالنسبة لمساهمة إيران حقيقة بإعمار العراق، إحنا ليس بنظلم إيران يا جماعة الخير. نعم. هي صادقة، هي ساعدت، ساهمت في بتجهيز الجيش العراقي والميليشيات بالأسلحة. نعم. هاي مشان تحمي الشعب العراقي، هاي الأسلحة مشان تحمي الشعب العراقي. وأنا شاكر لكم ما بدي أحكي. شكرا أبو أيمن من عمان. طبعا خبير نزع الألغام التابع للأمم المتحدة كشف بأن مخلفات العمليات العسكرية من الموصل تحتاج إلى عشر أو إلى أكثر من 10 سنوات لإزالها، وهو بير لودهامر وهو مدير برنامج لدى الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام قال بأن تدمير الموصل خلف ما يقدر بأحد 10 مليون طن من الحطام، ومن المعتقد أن ثلثي المواد المتفجرة مدفون تحت الركام، وأكد أن تطهير غرب الموصل سيستغرق أكثر من عقد من الزمن بسبب كثافة المواد المتفجرة. يعني هذا يدخل أيضا في الحكومة سوف تتحدث بأن هذا يكلف المليارات إزالة الألغام. وأضف إلى ذلك طبعا هناك كذلك يعني مصادر طبية في الموصل تحدثت عن أن صحة نينوى، تحدثت صحة نينوى بأنها تعتزم تشكيل لجنة لدفن قرابة 600 جثة عثر عليها شمال غرب الموصل. 600 جثة عثر عليها شمال غرب الموصل. مأساة الموصل صراحة يعني إنا لله وإنا إليه راجعون مستمرة حتى بعد نهاية العمليات، صار لها أكثر من 6 أشهر العمليات، ومن انتهت أكثر من 6 أشهر والمأساة ما زالت مستمرة. إذن 30 مليار دولار مجمل التبرعات في مؤتمر إعادة الكويت، وحكومة حيدر العبادي على لسان وزير خارجيتها إبراهيم الجعفري يقول بأنها لا تسد الحاجة ولا تكفي، وتحدثنا بأن 30 مليار منها مساعدات ومنها قروض، و يعني 30 مليار دولار عزيزي المشاهد مبلغ ليس بقليل. يعني إذا ضربنا مثال بالعام 2005 عندما قام الاحتلال الأمريكي بتدمير مدينة الفلوجة بشكل كامل، يعني تقريبا أكثر من 80% كان الدمار شامل و20% كان الدمار جزئي. المدينة فيها 650 ألف مواطن عدد السكان، يعني إذا تحدثنا أكثر من لو تحدثنا عن 100,000 منزل على سبيل المثال، 100,000 منزل، لا 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 يعني نملك الأرقام الحقيقية للمنازل هناك في ذلك الوقت، تقريبا مليار دولار تم إعادة المدينة، ولكن طبعا إعطاء الأموال إلى كل مواطن، كل واحد بيته مدمر تم إعطاءه من قبل لجان، تم تشكيل لجان
لإعادة إعمار المدينة، وتم إعطاء أموال لكل رب أسرة ليتم إعادة بناء المدينة، وتم إعادة بناء المدينة في ذلك الوقت يعني كان الرقم تقريبا 850 مليون دولار طبعا. وكذلك كان هناك عمليات فساد من خلال لجان إعادة الإعمار والتدقيق في ذلك الوقت. يعني المبلغ 30 مليار ليس بمبلغ قليل، وجينا وتحدثنا قبل قليل بأنه ايش راح يصير إذا البرلمان والحكومة قال لك لا احنا نسوي تقشف برواتبنا، برواتبهم هم، مو يجون على المواطن ويجون على المعلم والمدرس، لا هم رواتبهم هم قاعدين ما شاء الله مرتاحين كل شيء ما عندهم، لو يحضر له يوم بالبرلمان يرفع ايده ويصوت، لو أربعة أشهر قاعد برا بالخارج ما راح يصير شيء، نص راتبه يتبرع به إلى خزينة الدولة، صندوق لإعادة إعمار العراق، ويعني تنحل المشكلة. يعني إحنا عندنا تقريبا 100 مليار دولار كل سنة، خلينا نفرض أنه يقول لك والله إحنا عندنا ديون العراق مطلوب الآن أكثر من 130 مليار، وعندنا ديون الكويت وإلى آخره، خلينا نقول الميزانية تصفالها 70 مليار. يعني معقولة هاي 70 مليار ما تقدر الحكومة تعمل لها برنامج وخطة لإعادة إعمار العراق، ومن خلال كل 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 ميزانية 20 مليار إضافة إلى هذه، إضافة إلى هذه الأموال التي سوف تحصل عليها 30 مليار؟ يعني الأمر، أو كما تحدث المتصلون الأعزاء من المشاهدين، يقول لك الحكومة ما راح تسوي شيء حتى لو أعطيتها أنت 100 مليار، لأن يقول لك إحنا خلال السنوات الماضية لم تفعل هذه الحكومة وكانت الميزانيات انفجارية. أم محمد من السليمانية، تفضل يا أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حضرتك والكادر قناة الرافدين. نعم. أستاذ عمر، معيبهم ما يجدون، هو هذا بالملائكة، حكومة الملائكية، وزير، نعم، وزير الخارج، اي لا هو يقول ملائكة، اي حكومة ملائكة، نعم، زين معيب عليهم يجدون. هذا العراق الأبي فلوسه وين راحت؟ بجيوب الفاسدين. معيب، نعم نعم، وين؟ ليش هم هسه ما عندهم 30 مليار؟ نعم. ليش هاي الألف مليار راحت بجيب المالك وينها ما يطلعها؟ ليش يروحون يجدون؟ أحسن أهانة هانوهم الدول، والله عيب عليهم، والله لو غيرهم ما أحد، ما أرجع للعراق، ما أرجع والله على هالأهانة اللي هانوهم بيها. أم محمد من السليمانية، في رسالة أخيرة يقول السلام عليكم، قول قناتكم ماشي حسب الأصول، ولكن أول ما يبدأ برنامج صوتكم تبدأ الانقطاعات والشاشة يصير فيها تجمد، شنو القصة؟ والله يا أخي ما نعرف، احتمال أنه أنت بالخارج وعلى الانترنت، احتمال أكو تشويش، الله أعلم. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، والتي تحدثنا فيها عن اختتام مؤتمر الكويت وعن 30 مليار دولار مجمل المبالغ المقدمة من مساعدات وقروض وهبات إلى الحكومة في العراق. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء بإذن الله.